أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا الأدب ويعلمنا القيم ويعلمنا الحلال ويعلمنا الحرام ويعلمنا التوحيد. ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ذلك في النداءات الربانية التي وردت في القرآن الكريم، ونحن مع موعد مع النداء 33، وهو في سورة المائدة. يقول ربنا سبحانه وتعالى فيه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. هذا النداء المبارك بدأ بأعظم وصف يحصل عليه الإنسان في الدنيا ويكون وسام الشرف الأول والأخير له في الآخرة: يا أيها الذين آمنوا. فمن وصل إلى الإيمان فقد حقق سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. والإيمان ليس كلام، لكن الإيمان تصديق بالقلب وفعل وعمل بالجوارح ليل نهار حتى يأتيك اليقين، كما قال سبحانه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. أول ما تسمع كلمة اتقوا الله يعني خافوا الله. اتقوا الله يعني اعملوا عملا ينجيكم من غضب الله. اتقى فلان هذا الحر يعني ابتعد عنه أو وقى نفسه منه. فالتقوى يا جماعة أول درجة فيها أنك تخاف ربنا، وخوفك من ربنا خوف إيجابي يجعلك تبعد عن الشر وتقترب من فعل الخيرات. ولو ما خفتش من ربنا يبقى أنت مش مؤمن، لأن الخوف من الله درجة من درجات التقى، ودرجة من درجات الإيمان، ودرجة من درجات أعمال القلوب. ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة لأنه كان مؤمن بيعمل زي المؤمن ما بيعمله، والجنة الثانية لخوفه وتقواه من الله. اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. الله سبحانه وتعالى جعل الدرج، جعل درج ومعارج وسلالم. طلب منك أن ترتقي هذه السلالم وهذه الدرج وهذه المعارج لتصل إلى الله. هي دي معناه وابتغوا إليه الوسيلة. فالدرج والسلم هي الوسيلة، فالله يطلب منك أن تركب الوسيلة حتى تصل إلى الغاية. غايتك مين؟ وأن إلى ربك المنتهى. غايتك مين؟ وأن إلى ربك الرجعة. غايتك مين؟ ففروا إلى الله. يبقى احنا عندنا دلوقتي وسيلة وعندنا ايه؟ غاية. الغاية متفق عليه، عايزين نوصل لمين؟ نصل لله سبحانه ولرضا الله ولجنة الله. هي دي قصة الحياة والأحياء. طيب الوسيلة بقى، الوسيلة اللي توصلنا، الله خلق لنا الوسائل. ولو كان سبحانه وتعالى تركنا نختار الوسائل برغبتنا نحن لضعنا. ولذلك تلاقي الناس عمالة تختلف في الوسائل اللي بتحب تصل فيها إلى الله. ولذلك تلاقي الرافضة والعياذ بالله الكفرة بيقولوا ده احنا عايزين نوصل لربنا، وتلاقي أهل البدع يقول لك احنا عايزين نوصل لربنا، وتلاقي أصحاب الشركيات يقول احنا عايزين نوصل لربنا. كل الكلام ده جماعة ليس له قيمة، إنما توصل لربنا من غير الطريق الذي وضعه لك الله لن تصل إلى الله. ولذلك تلاقي أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، خد له سكة بقى ومش عارف توصله السكة دي فين، واحد تاني خد له سكة مش عارف توصله للشيطان ولا توصله لفين، لكن الطريق اللي يوصل لله واحد ومعروف، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. وزيك تجد هنا من الوسائل الحرام إذا ربنا حرمها والناس بتتخذها وتقول ده احنا بناخدها عشان نوصل لربنا،
كما كان يفعل أهل الشرك زمان، يعبدون الأصنام وبعدين يسألهم ألا أنتم تعبدون الأصنام دي ليه؟ والله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف. شوف شفت الإجابة؟ ده احنا بنعبدهم عشان هم الوسطة والوسيلة اللي توصلنا إلى الله. ها؟ إيه رأيك في الكلام ده؟ كفروا وكذبوا. مثيل لهم والعياذ بالله من يأتي يدعو الأموات ويستغيث بهم، يدعو الأموات، في ناس بتدعو الأموات وتستغيث بالأموات، والميت لا ينفع نفسه ولا يضر نفسه إلا بإذن الله، ولا ينفع حتى الأحياء. ومن صور الشرك أن يذبح للأولياء وأصحاب المقامات، ويقول لك أنا ندرت العجل ده اللي مش عارف السيد اللي بدل، ندرت العجل ده للسيدة النفيسة، ندرت الخروف ده للسيدة زينب. الكلام ده شرك والعياذ بالله. قل إن صلاتي ونسكي، نسكي يعني ذبحي وشعائر ديني لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. برضو من الحاجات الوسائل التي تؤخذ لا توصل إلى الله بل توصل إلى الشرك والنار والعياذ بالله، الحلف بغير الله دي وسيلة. قال لا، وأنت لما بتحلف بالله سبحانه وتعالى ما دي وسيلة توصلك إلى الله. قال لك إزاي بقى؟ قال لك وأنت بتحلف بتقول إيه؟ تقول والله العظيم أنا صليت العشاء في مسجد الرابعة النهاردة. أنت بتحلف لواحد أو لمجموعة من الناس هم لم يكونوا معك فلم يصدقوك، فعايزين شاهد على صدق كلامك، فأنت بتستشهد بمين؟ فكأنك بتقول يا ربي عشان أعلم أنك شاهد لا تغيب وترى كل الأحداث وكل المواطن وكل المواقف، فأنا أستشهد بك لأني أعبدك وحدك وأعلم إمكانياتك وأعلم قدرتك. فعبودية أن تحلف بالله، وشرك أن تحلف بغير الله. فاللي بياخد وسيلة لربنا ما شرحهاش ربنا لن يصل إلى الله ولن يصل إلى الخير. ولذلك ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه، اللي توصلكم إليه. طيب أنت تركب أسانسير عطلان، تركب سلم والدرج بتاعه متكسر، ما ده غلط. لذلك بيقولك الوسيلة التي شرعها الله أعمال الصالحات، التوحيد بالله، حب الحبيب صلى الله عليه وسلم، خوفك من ربنا سبحانه وتعالى، توكلك على الله. هنقول دلوقتي التقسيمة دي، لكن ملخص الموضوع يا جماعة، الوسيلة الحرام لا توصل إلى الله بل توصله إلى النار والعياذ بالله. زي ما احنا قلنا كده يستغيثون بالأموات، زي ما قلنا كده يروحوا يزوروا القبور والأضرحة ويتمسحوا فيها، زي ما نقول كده بيحلف بالأولياء والناس اللي ماتوا، زي ما نقول كده بينقل المريض وياخدوا عند الضريح وياخدوا عند المقام وياخدوا مش عارف عند مين ويتمسح هناك كده ويقول لك عشان يجي للشيخ الشيخ هيشفيه ويبريه من الداء اللي فيه. كل دي شركيات ولن تصل بها إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى يا أيها الذين آمنوا إذا أردتم وسيلة توصلكم إلى الله فأعظم وسيلة هي العمل الصالح. والعمل الصالح الذي وصفه لنا الطبيب الأول محمد صلى الله عليه وسلم. أهل البدع وأهل الأهواء وأهل الشركيات كل هؤلاء إذا ابتعدوا عما شرعه الله وعما نفذه في هديه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن تكون لهم وسيلة توصلهم إلى الله. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة، افترقت اليهود على 73 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 71 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. فدي الوسيلة، الوسيلة اللي توصلك لربنا. ذلك من المثل الجميلة اللي أنا سمعتها والحكم الجميلة اللي تعلمناها، قال لك طريق النار مملوء بمن حسنت نيتهم وساءت وسيلتهم. المقولة دي والحكمة دي لوحديها كده مدرسة، مدرسة تربوية لازم نتعلمها. الطريق إلى النار محفوف ومملوء بأناس، ما لهم الأناس دول إلا هيوصلهم النار؟ حسنت نياتهم وساءت وسيلتهم. نيتك ايه؟ نيتي خير، وتلاقي عمال يكسر وعمال يفسد. نيتك ايه؟ نيتي خير وعمال يخبط. نيتك ايه؟ نيتي خير وعمال يجف اعراض الناس. نيتك ايه؟ نيتي خير وعمال يهد في البلد. نيتك ايه؟ نيتي خير وعمال يضرب في غيره من المسلمين ويجرح في غيره. مش ينفع، لازم الاثنين يكونوا نضاف والاثنين يكونوا سلام والاثنين يكونوا مستقيمين. النيه والايه؟ النيه والوسيله، النيه والعمل، الدافع الداخلي والفعال الخارجي كما يقول علماء النفس علماء السلوك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. اسمع بقى اللي جدي، وجاهدوا في سبيله
لعلكم تفلحون. وجاهدوا، أول نوع من أنواع الجهاد جهاد الكفار. لما بتجاهد الكافر مش بتجاهد الكافر عشان تتشفى منه وتطلع بطنه وتذبحه وتقتله وتضربه برصاصة، لا، ده انت بتجاهد الكافر عشان تاخد بإيديه إلى الجنة، عشان يطلع من الشرك إلى الإيمان، يطلع من الكفر إلى الإسلام، يطلع من النار يدخل الجنة. وذلك زمان أحد الصحابة قالها في جملة، قال إيه؟ لقد ابتعثنا الله لنخرج الناس من النار ندخلهم الجنة. وفي مقولة أخرى، لقد ابتعثنا الله لنخرج الناس من الظلمات إلى النور. وفي مقولة ثالثة، لقد ابتعثنا الله لنخرج الناس من الكفر إلى الإسلام. يبقى احنا حتى لما ربنا بيقول لنا جاهدوا وحاربوا الكافرين، بيقول لنا علشان الناس دي أمانة، لأن الله علمنا ونورنا وزكانا وأدخلنا الإسلام وأخذ بأيدينا وأمرنا أن نرفع الراية عشان الراية دي كل الناس تشوفها، ولما كل الناس تشوفها يلتفوا حولها ويسألوا عليها وإحنا نعلمهم، واللي يحاول ينزل الراية نجاهده لغاية ما يدخل تحتيها. لو رضي يدخل تحتيها نفع الله الأرض به والعبادة به، إن ما رضيش يدخل تحتيها بنخيره بين عدة خيارات، يا إما يسيب الراية مرفوعة ما يقتلش الناس اللي تحتيها وما يسقطهاش تحت رجلين، له دينه ولنا ديننا، ويدفع جزية، يدفع جزية عشان نحميه في البلد اللي فيها إسلام وهو عايش فيها، يا إما نحاربه. ليه بقى؟ لأنه مصر ينزل الراية ومصر يحارب أهل الإسلام ومصر ينزل الدين ده الأرض، فساعتها نقول له لا نحاربه بقى. فلسفة الجهاد في الإسلام فلسفة راقية جدا، مش أي كلام. زي لما يجي واحد من الصحابة قتل واحد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عاتبه الرسول وأنبه وقال له كيف تقتله وقد قال لا إله إلا الله، ماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ لأن الأصل يا جماعة، وإحنا حتى بنجاهد الكافرين بنجاهدهم عشان ناخدهم لإيه؟ عشان ندخلهم في لا إله إلا الله، لأنها أمانة بين أيدينا، أمانة الآن في عصرنا الحالي بين أيدينا. يبقى وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، أول نوع جهاد الكفار. تاني نوع جهاد الفساق، أهل العصاة إلى غير ذلك، نطبطب عليهم كده ونقول لهم تعالوا بقى سيبكم من الله، أو نعلمهم بهدوء، أو نقف كلنا كمجتمع في وشهم كده ونقول لهم لا، الغلط ده ما يتعملش في المجتمع عشان السفينة ما تغرقش بينا كلنا لما نسكت عليكم. شوف بقى، أول نوع جهاد مين؟ الكافرين، عشان إيه؟ ناخدهم الإسلام. والنوع الثاني جهاد مين؟ الفساق والعصاة، عشان برضو ناخدهم إلى الإيمان. ثالث نوع من الجهاد قال لك جهاد الشيطان بلعنه وطرده والاستعاذة منه وعدم اتباع ما يريد. طيب رابع نوع من أنواع الجهاد قال لك جهاد النفس، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يبقى اللي يجاهد نفسه ويقدر عليها، والنفس المطمئنة جوه والنفس اللوامة جوه تغلب النفس الأمارة بالسوء، ويبقى معظم عمله ومعظم نيته ومعظم تفكيره سوي وطاهر وطيب ونظيف، هذا الإنسان جاهد نفسه. ده أعظم أنواع الجهاد وأعظم أنواع الانتصار. وذلك ربنا بيقول الجهادات الأربع دي هي الجهاد للوصول إلى الله، اللي توصل إلى الله، من أنواع السبل اللي توصل إلى الله الجهاد. يبقى من أنواع السبل سبل إيجابية، بمعنى إيه؟ يعني فعل الخيرات، وسبل طردا للسلبية، يعني مجاهدة كافرين ومجاهدة الشيطان الرجيم ومجاهدة العصاة والمذنبين ومجاهدة النفس البشرية بأهوائها ونزواتها وغرائزها. إن حصل ذلك كان لنا الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. واستمع إلى ما يقول الله ثانية في هذا النداء المبارك، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. اللهم اجعلنا من عبادك المفلحين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم هب لنا من لدنك عملا صالحا يقربنا إليك، اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا ولا تخيف فيك رجاءنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيراً.